حسنا كده 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 شوف ماشي تمام بتأتي كل يوم مرتين مش مقطع اليوم ميمز بس أصدرك أصدرك ساعتها رجلت نفس الدور استبعين عليها كامل و... ولا تكون انت إن المقطع اللي راح نفس القميص والمقطع اللي بعده يمكن لا مو أكيد نفس القميص لكن ما هو خير إن شاء الله نخلو تكون وانت شوف مع تيك توك ده شوف التعليقات كيف يا رب لا لحقنا في الموقف طبعا معانا الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت والمظهر مظهر؟ مظهر استغفر الله المظهر ايه مظهر ايه الله وال هاي يمكن سوريا صح الأردن الله والأردن تحيات للأردن يلا من جديد الإمارات الإمارات اسعد يا عيال زايد كبسوا كبسوا لك سوريا ها سوريا سوريا هم لبنانية مدري سوريا الجزائر جزائر صح الجزائر اسعد الجزائر المغرب المغرب هاي السودان لا يا حمار السودان شو اسمه هاي لك سوريا طلعت نفس قبل شيء لك هاي طبعا نجمتان فيها سوريا ألمانيا لك مش ألمانيا هاي البرتغال المغرب المغرب يلا عم الأردن لا 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 لبنان 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 مو ناروجا لا لبنان يقول له مو النرويجي ايه العالم ده انتم ما يعرفوا ما تركيا لا هاي الهند الهند شو انا برت على الهند لكن ما لقيت عمان صارت الهند ميسي 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 ايمنس ميسي انكارا 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 شوف انا لا تلعب معي كوره اذا صرت دفاع ابن امك تعدي هذيك المره واحد عدى سوي على يميني ابوي تعدي اطول منك انا ثلاث مرات صف هذا يعني جاني مسوي سحب فيني انبرشت عليه سحب فيني صراحه نسفته كف على رجله دفعنا انا وياه نظامك تحط اوزان ثقيله اثقل من صماخك وتشيل لي غلط ترى غلط وجهك يبنجر علينا غلط ونظامك بين كل تمرين تروح تجاب المنظره وتستعرض بجسمك تشوف العضله طلعت ولا لا يعني انت لاعب لي تمرين دقيقتين تبي العضله تطلع صدقني مو زارع طماطم واللي بد شدك انه اول يوم صار له بالنادي اول يوم سبحان الله المشيه تتغير الجسم يتغير فجاه بين يوم وليله يتحول لي كبت بعلاق يمشي لي كذي الاخ فارد لي عضلاته والرقبه كذي داشه داخل تقول شروكي مغرد فيك خالي اتكل طراق على زلفك اخليه يعضل وياك الحين انا حبيت الرد عشان في عندهم كذا كلمات كذا ما راح على الكويتيه أبطال ذبت صراحة وفجأة بين يوم وليلة صار يعرف بالحديد وأنواع الهرمونات والبروتينات يشوف أخذ الوصفة هذه طبعا لازم صوت تغير كنا بلغم في سال وآخراتها تلقاه يتمشالي على البحر ويا صاحبته وآخر شيء صاحبته تنادي توتي اسمع يا عمري تبي بنيد ولا ما أدري والله السلام عليكم يا شباب معكم ياسين من قناة ياس بلاي سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبات جي تي اي 5 الصرغ الصرغ اسمع سيد قبل ما يطلع ده ما ادري والله السلام عليكم يا شباب صمت هذا طلبنا عبد المعين طلع عبد المعين بده مين يعين لا يا حمار إيمان ما هي أمنيتك؟ معلمة ريتش ما هي أمنيتك؟ طبيب ما هي أمنيتك أنس؟ ما هي أمنيتك سوريا إليكم ما أوحى إلي ربي هيا ما رأيكم حتى لو هذا المهدي
والله ما اتبعه، وهو بهذا الراس والله ما اتبعه. خذت تقول كاس العالم استغفر الله. ايش من مهدي هذا؟ ما ابيش مهدي راسه هكذا. هذا زيد شرب حشيش منتهي لو ما ورم راسه. قال لكم انا المهدي ارسلني الله الى الكعبه لاهدم داخل راس الشبيبه. شوي اليوم الحمد لله ما علي شر يعني. شوي يا حبيبي شوي. تعامل مع الحيوان يا ترى. مشكلة كيف هذا ما يبرد؟ ما في مشكلة. لوري مشكلة. شباب هذا بيكون له مستقبل بإذن الله مبدع صراحة، من ناحية تمثيل من ناحية كل شيء. في مشكلة فريون لازم يشيل المكيف ودي. لا 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 صلح هنا لا يودي. ما في مشكلة ودي مين كنت عاوز يكني ده تير بورني بولي. إيه يا لي هذا مبدع، واللي معه برضه ابدع بعد. صديق هذا مشكلة زيادة لازم تشيل ودي مهل. خلاص ما في مشكلة شيل ما في مشكلة. قولي لي الغنية عالم ثاني. على مريود كل يوم في مضاء. بس عاد البشعة في خدرة وأفضل شيء هنا. استنى شيء هذه كرة الطائرة. يوه تجيك بوكس كذا مرة في واحد قسم بالله أن النسف واحدة روحت وجهي كذا وجهه كذا حنطاوي وأبيض. لا ما هو أبيض حنطاوي وطويل راسه قسمت عدى الراسه. صراحة الطائرة أنا مرة أحبها والقدم برضه أحبها لكن الطائرة أفضل. أنا طائر لأن أنا في لي دور عشان اسمه أدخل حادث. أنا لا ما أحب اللعبة ما أحب القدم ما أحب كثير من وراء الناس اللي كرهونا فيها. لكن صراحة حق بس ليه البنات حق ودي مدري وش تطن زي الزرع بس. من هو؟ بحر أنت إيش تنظر في البنت زي كذا يا بحر؟ بحر خق يا بحر بحر خلاص الحين مخه في قم بحر إيش فيك؟ يا بحر شوف هذا انا الحين قاعد اصور لكم الساعة 2:22 دقيقة بالضبط. الساعة 6 لازمني اصحى عشان اروح المدرسة. 5 بعد مو 6 5 ولسه ما خلصت يعني يبي تقريبا حول الساعة عشان اخلص برضه القصة اكثر. خميس كذا واجي كذا وساعة ونص حتى اصحى. المشكلة اني انا طويل مرة اكل تراب. اعذريني انني لا اصابع النساء. لا 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 تكفى تكفى قولي ان هذا اللي ببالي. يعني اذا هذا رزملاي راح اطلب منكم كل يوم. ايش دعوة كان حطيت رقم سري بعد. حرامي اذا قد سرقت في حياتك ولا تعتبر كذاب اذا قد كذبت ولا تعتبر مجرم اذا صدمت ولد صغير قدام مدرسة حقته قبل 5 دقائق وشرت زبنت في حاره وجالسين حق وراك. كلنا نخطي كان معكم معاد فدع معاد معاد برضه مره بطل صراحه.
بس ما ادري بعد التحقيقات. بس كنت بدي بس خلاص دفعني النصر افضل نادي في التاريخ. انا احب امي وابوي بس. لا 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 امك ابوك افضل نادي في التاريخ. وش افضل تحمس مره خجل ها على المطبخ تفوع عليك وخرى عليك اللي تقول على المطبخ. حبيبي احنا نطبخ اكل ولا في عرس جد جدك اكلته طيب. ومن متى صارت كلمه على المطبخ تنازع؟ صج تفوع عليك مسوي تدور عيوب للبنت. اذا جدار 17 ساعه على المطبخ اجل ها على المطبخ صراحه على المطبخ الانجليزي على المطبخ سنيري فيزيائيات يلعن بلوي ساعات تصوير 20 دقيقة. اوكي انا الكوزر رفعت لايك واشتراك وساعدوا في جديد تحصل صندوق الوصف تابعين عليها كامل. وسبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ومع السلامة.